افتتاح معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، خلكم معنا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم الثاني وزير الاقتصاد والتجارة النسخة الثالثة من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، وذلك بحضور عدد من السفراء وكبار الشخصيات وكبار المسؤولين بالدولة. تسعون شركة محلية وعالمية تشارك في معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، والذي افتتحه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. وتعتبر الشركات المشاركة من الأسماء العالمية الكبرى في القطاع البحري، بالإضافة إلى الشركات القطرية الرائدة في هذا المجال. السنة ذي أول مشارك لنا في معرض العالمي للقوارب في قطر، والحمد لله هذه مشاركة جيدة لنا لإعلام الناس بالقوارب اللي تصنع في قطر محلية 100% من تصميم وتصنيع. بالنسبة للمعرض هالسنة أتوقع أفضل من العام الماضي، وأشوف مشاركين أكثر، وهذه فرصة للاستثمار بين المصانع المختلفة والتجار. هذه أول مشاركة لي، وبهرت في هذا المعرض، وأهني قطر أميرا وشعبا على هذا المجهود الحلو وضخامة المعرض هذا والمراسي الموجودة في قطر. وأتوقع أنه راح يكون مستقبل جدا ممتاز حق الصناعة البحرية، وخاصة صناعة كويتية إحنا أول مرة نشارك فيها، وإن شاء الله تكون هذه المشاركة موضع قدم لنا في قطر الحبيبة. يلعب معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت دورا رياديا في استقطاب الاهتمام إلى القطاع البحري، ويؤدي ذلك إلى نمو مستمر ومتسارع لقطاع التصنيع في الدولة، مما يجعل من قطر منافسا جديا لعدد من الدول والشركات المصنعة في العالم. كما يؤثر هذا النطاق المتنامي للمعرض بشكل إيجابي على السياحة ومشاريع التطوير البحري والترويج لدولة قطر كوجهة دولية.